كذلك أيها الإخوة الكرام، الأدب الأخير الذي نتكلم فيه وهو ألا يمر الإنسان بين يدي مصلي. احذر أن تمر بين يدي مصلي، فإن جاء في الحديث لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف إلى الحشر. الحديث في مسند الإمام الربيع، رواه الإمام الربيع رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف إلى الحشر، لتمنى أن يقف ولا يمر إلى أن تقوم القيامة. نعم، وجاء عند غير الربيع لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لا تمنى لو يقف 70 خريفا، 70 خريفا امتنع. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان إذا أوشك أحد أن يمر من أمامه فليدافعه، أن يشير إليه يدفعه هكذا، فإن قرب منه وأراد أن يجاوز فليقاتله، أن يدفعه دفعا شديدا عن مصلاه، فإنه شيطان بعدما يرى الإشارة ولكنه يمر، فاعلم أنه شيطان من شياطين الإنس. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذا المصلي حرمة لهذه الصلاة أن يتحرك هذه الحركة، بل يزيد عليها قليلا، ما فقط حركة كذا يعني، وإنما يزيد عليها قليلا يعني. فهذا الإنسان عليه أن يفعل بهذه الطريقة، أن يرد بهذه الطريقة، يعني الحركة التي تشعر أنه أن يمنعه الحركة التي أن يمنعه، لا الحركة التي يظنها ذلك الإنسان سلاما، كما سمعنا أن إنسانا أراد أن يمنع إنسانا من المرور فعل ذلك صافحة، يعني صافحه يظنه أنه يسلم عليه ولا شيء، فصافحه، لا يشعره بأن بطريقة يشعره أن يمنعه، يعني بهذه الطريقة لا بهذه الطريقة.